الخبر ده عن ابو خديجه او خالد سليم. واضح ان خالد سليم بعد ما بقى اب شخصيته اتغيرت تماما، وده اللي هتلاحظوه في البومه الجديد اللي المفروض هينزل في راس السنه. الالبوم ده فيه عدد كبير من الاغاني، غير كده كمان الاغاني مختلفه، يعني مش هنشوف بس قصص الحب لكن كمان هنشوف مواضيع تانية زي موضوع مثلا بيتكلم عن تعليم الاطفال. الاغنيه اسمها الامل الاخير، واللي عرفناه كمان ان هو خلص تسجيل 6 اغاني من الالبوم.